مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم في يوم جديد من الحياه اليوم واخر الاخبار بنتابعها مع حضراتكم كما هي العاده طبعا بشكل يومي. يمكن اهم خبر او اهم ملف على المستوى الداخلي طبعا هو الملف المتعلق بالاسواق وبالاسعار واستقرار الامور. يمكن اول امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم عن الاجتماع المهم اللي حصل على نهايه شهر مارس، اجتماع رئيس الوزراء مع المصنعين ومع التجار، وكان في مبادره من الحكومه مع كل هذه الاطراف لمسألة التخفيضات واستمرارها خلال الوقت الحالي والفترة القادمة. وكان لينا مداخلة وقتها مع دكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عشان نستوضح منه الأمور وطبيعة يعني التخفيض أو النسبة اللي تم الاتفاق عليها. والحقيقة إن هو قال لنا كلام يبشر بالخير لما قال ان احنا دلوقتي في تخفيض من نسبه 15 ل 20%، ومن المتوقع ان بعد العيد واحنا خلاص بقينا بعد العيد اهو يوصل التخفيض لنسبه 30%. وكلام كتير ليه علاقه طبعا بالوفره، انه لما حصل الافراجات في المواني فده يعني انعكس في الاسواق وبالتالي انخفاض في الاسعار، الاعلاف كمان لما بقت متوفره بكل تأكيد ده سمع في أسعار اللحوم وأسعار الدواجن زي ما بيتقال وزي ما بيحصل أو هيحصل إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. على كل الأحوال خلونا نتابع مع حضراتكم بقى طبيعة التخفيضات أو النزول في الأسعار خلال الفترة اللي جاية، ونبتدي بأسعار الخبز. ليه؟ لأنه تحديدا أول امبارح برضو كنا بنتكلم عن تراجع في طن الدقيق، وكان التراجع ده بنسبة 2000 جنيه للطن، فعلى طول قلنا ده هيسمع في أسعار طبعا المخبوزات والخبز السياحي وكل ما ليه علاقة طبعا بهذه الصناعة. طيب معانا على التليفون دلوقتي أستاذ عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسعادتك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. طيبة. يعني سامعين كلام ان في انخفاض في اسعار الخبز وممكن يوصل الانخفاض ده بنسبة 25%، يعني نتيجة طبعا لانخفاض سعر طن الدقيق. ففهمنا القصة دي يا أستاذ عبد الله. وسعادتك طبعا كل سنه وانت طيبه، وزي ما اشرتي معاليكي ان في الفتره بتاع رمضان طبعا كان السحب او المطلوب للاستهلاك كان بيبقى عالي في رمضان بالنسبه يعني للحلويات والدخلنا على العيد والكحك واوا والاخر، كان في تحريك في سعر الايه؟ الدقيق الفاخر. ولا سيما كمان ان احنا بعد يعني انخفاض سعر الدولار ان الدقيق الفاخر بالذات بيعتمد على استيراده على سعر الدولار. احنا النهارده الحمد لله نقدر نقول ان اسعار الدقيق نزلت من 20,000 جنيه للطن، وصلنا يمكن ل 16,000 جنيه. ل 16؟ ل 16. يعني 4,000 جنيه للطن كمان مش 2000. 4,000 لا قبل 4,000. طيب كويس. يعني بيعمل. احنا طبعا يعني الحمد لله بنتواصل مع زملائنا اللي هم اصحاب المخابز السياحيه. وانا عامل لهم اجتماع بكره الساعه 1 ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. ده مع مين يا فندم؟ مع الدكتور علي المسلحي. تمام. وزير التموين والتجاره الداخليه. عشان برضه يعني ومعانا مجموعه المطاحن استاذ طارق حسنين ومجموعه العمل ان احنا بكره في لقاء مع الوزير عشان نحسم هذه الامور ويبقى يتفق على سعر. بنتكلم في ايه؟ بنفكر في ايه؟ يعني انا بفكر ان انا اثبت سعر الدقيق النهارده عشان احطه لتكلفه نمشي عليها، يعني في وزن ثابت يتفق عليه وفي سعر الدقيق ثابت وتبقى الامور واضحه للكل. هنا اللي هم مختلفين احنا اول يعني الحال اللي لسه فيه كلام ايه بقى؟ الهات والخد في ايه؟ مفيش كلام يعني انا دلوقتي لسعادتك يعني النهارده العيش البلدي مثلا لو خدنا مثال دي وزن محدد 90 جرام ودي سعر محدد 5 ساغ بالنسبه للايه؟ بالنسبه للناس اللي هي بتحمل البطاقات ده المدعى عايز ناخد على ذات وجهه النظر ان انا اثبت سعر الدقيق مع المطاحن واثبت وزن الرغيف مع المخابز السياحيه بحيث يبقى الوزن كذا يتباع بسعره موحد على المستوى العام. يا استاذ عبد الله اللعب اللي بيحصل ممكن يسيب لي السعر زي ما هو بس يقلل لي في وزن الرغيف. ده الكلام اللي احنا بندور عليه، في اللي بيزود او في اللي بينقص او الى اخره. لا احنا عايزين نثبت وزن الرغيف وسعر الدقيق من المطاحن تلتزم بيه قدام معالي الوزير عشان بعد كده نقدر نحاسب زملائنا ونقول حلو المحاسبه انا عندي ادوات بقى ان انا احاسب بيها والزم بيها الافران والكلام ده كله. عايز
يا ست كل انا عايز اطمن سعادتك. اتفضلي. عمر الدوله ما توقف يعني ما توقف عاجزه في مواجهه اي حد يعني على الاطلاق. يا استاذ عبد الله خلينا نكون معترفين باللي حصل في السوق الفتره فاتت في المخابز، واحنا بنتكلم على العيش كان كل فرن وعيشه ووزنه وسعره. ما ده الكلام اللي انا بدور عليه سعادتك، لان طبعا الاوزان بتختلف والاسعار بتختلف، ومعلش هي كانت فتره يعني غير مستقره. طب يعني دلوقتي يعني ملناش حجه استقرار. فاحنا دلوقتي بنتكلم بنناشد الساده الزملاء ان الامور استقرت والحمد لله. فاحنا عايزين كلتنا نبقى مش يعني عايزين نناشد يا استاذ عبد الله والنبي، بلاش المناشده، عايزين نقعد ونتفق ونتفق عليه ننفذه إن شاء ويبقى الله. ملزم ان شاء الله. الكلام ده يعني اتفق عليه غدا بمشيئه الله تعالى. وربنا يوفقنا ان شاء الله لصالح المواطن. طب نسبه ان شاء الله يا رب ونتابع مع حضرتك، بس نسبه التخفيض 25% ان شاء الله. ايه يا فندم؟ من 20 ل 25% ان شاء الله في سعر رغيف العيش ان شاء الله حبيبي. يعني يرجع لسعره الطبيعي قبل الزياده؟ مش قوي برضو بس يعني ان شاء الله. مش عارفه انا، بس هي الفكره كلها ان احنا هنوحد الاوزان ونوحد الايه؟ الاسعار. ربنا يسهل يعني. يا رب امين. نتابع مع حضرتك ان شاء الله استاذ عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز، بشكرك يا فندم. طيب كنت من شويه بتكلم عن الاعلاف وازاي ده سمع في اسعار الدواجن وطبعا اللحوم بعد شويه، وفي كلام ان في تراجع في اسعار الدواجن. معانا استاذ عبد العزيز السيد، دكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبه شعبه الثروه الداجنه باتحاد الغرف التجاريه. يا دكتور عبد العزيز مساء الخير. اهلا بحضرتك، كل سنه طيبه ومصر كلها بخير ان شاء الله. الله يخليك. الفراخ تعبانه يعني عماله تغلى وتنزل يعني وطبعا دي المشكله يعني شفناها في رمضان يعني حاجات غريبه بصراحه. طيب الاستاذ عبد الله بيتكلم كلام تمام، لكن احنا عاوزين الاليات التي من خلالها أيوة. ان يكون هناك انضباط لسوق المصري. لازم نعترف اذا كان عندنا خلل، مش عيب، لان طول ما انا كويس ما عنديش خلل خلاص. هشتغل ليه؟ هصلح ليه؟ بالظبط بالظبط. لكن حينما اعترف ان عندي في فجوات عشان نصلحها، وده اللي احنا بنتكلم عليه. لو اتكلمنا على الدواجن النهارده في اجتماع حدث ان احنا هنقلل الدواجن قبل العيد من 85 والبيض 140 145، لم يتم التنفيذ. وانا قلت الكلام ده مش هيتم ليه؟ لان ما عنديش الاليات، لازم احط اليات. يعني انا ما اقولش كلام. الفراخ النهارده بأقل من 85 ب 82 و83 بتختلف من مكان الى يعني اقل من الكلام. لكن ده عشان ايه؟ عشان انا في اخر رمضان وصل ال 93، بعد كده ما عنديش طلب، الطلب بيقل جدا جدا جدا، وبناء عليه بدات الانخفاض في الاسعار. لكن العكس للبيض، الدواجن النهارده 82 توصل 90 91، البيض النهارده ما زال يتجاوز ال 150 و55 في المطرح. لاني عندي مشاكل في البيض، مشاكل البيض، ما عنديش قطعان امهات. الكتكوت ما زال النهارده من 20 لحد 31. شوف الفجوه قد ايه او المدى قد ايه حضرتك. كلام غير منطقي بالمره. ليه؟ لان المستحوذ على 75 80% من قطعان الامهات هم كبار المنتجين، واللي هم اللي عندهم الامكانيات. لكن الصغيرين اللي بيبيع ب 20 جنيه الكتكوت، الكبير بيبيع من 29 ل 31 رغم ان التكلفه مش شيء. نتكلم على العلف. العلف كان وصل الى سعر رهيب 31000 32000، انخفض وصل لحد 21800. ثم هذه الايام بدا ليه؟ كان عندي سعر الصرف ثابت، ما عنديش مشاكل. طيب. ما عنديش سوق موازي. فده حاجات اليات لابد ان احنا نحط لها ضوابط عشان تنضبط المنظومه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. اللي هو ايه؟ اعمل ايه؟ يعني دلوقتي حضرتك بتشرح. احنا عمالين نتكلم مره واثنين وثلاثه و10 و20. طالما لو انا ما عنديش اليه، يبقى انا على الاقل يكون عندي حاجه مهمه جدا، بورصه تستطيع ان تحدد تكلفه الانتاج بالظبط. انا لما اجي اقول الكتكوت ب 31 عشان ايه؟ حد يقول لي، يجوا المنتجين يقولوا لي ليه ب 31؟ لان عندي شحيه. الطلب ازيد من العرض، وبناء عليه لا انا مش عاوز كده. موضوع اليات العرض والطلب اللي تتحكم في السوق، تتحكم في الناس وفي المواطن، انا عاوز الغيها نهائيا. انا احط اسس ومبادئ عامه. يبقى انا اقول تكلفه الكتكوت ده قد ايه؟ 10 جنيه، يا عم يبيع ب 15 جنيه، اكسب 5 جنيه، اكسب 5 جنيه. في ناس بتنتج 300,000 في اليوم، يعني 3 يكسب 1.5 مليون في اليوم، ربنا يرزقك. وانا ما بقول يا رب يرزقك رزق حلال طيب، انا ما فيش مشاكل بالنسبه لي. لكن ليه بدل ما تكسب الكلام ده تكسب 6 مليون 7 مليون والمواطن طبعا الدم عمال يقول لا كلام غير منطقي؟ يبقى انا عايز بورصه عمال اتكلم عليها بقالنا كذا سنه. طب قول لي يا دكتور،
احنا بنقول، وحضرتك اشرت حتى في كلامك انه المطلوب كتير ففي ضغط، فبالتالي المنتج او التاجر هو اللي بيتحكم في الاسعار. بس برضو في نقطه اللي هي يكون المعروض كتير، هل احنا عندنا وفره ولا في مشكله في الوفره برضو؟ استاذه لبنى، دي من ضمن المشاكل حضرتك بتقوليها، ان انا ان عندي شحيه، مش الشحيه ما تخلقش الكلام ده كله، اليات العرض والطلب منضبطه مش منفلته. ما ينفعش ان اليات العرض تقع عشان عندي شحيه الحاجه دي بقى قرش ابيعها ب 100 جنيه، ده كلام غير منطقي بالمره وغير عقلاني. ما العالم كله عنده اليات العرض والطلب. ما انت فاكر لما حصل كده قلنا خلاص نجيب المستورد وساعتها الدنيا ظبطت. واحد احنا قلنا صح كده؟ يبقى ان انا عاوز اقول الشيك ونقيضه. انا بتكلم على جزئيه مهمه، اذا كان عندي شحيه، أنا وزارة الزراعة عندها مزارع كتيرة جدا وعطلة، ليه ما تشتغلش المزارع دي وإحنا عندنا خبراء وعندنا مهندسين؟ طب قول لي يا دكتور، إيه السعر يعني نهاية الكلام، السعر العادل اللي أنت شايفه وفقا للوفرة الموجودة العلف اللي نزل المصنعين يبقى كيلو بكام؟ عشان بقى نرجع نحاسب مع طبعا حبش من الربح. المفترض من المفترض النهاردة في ظل الظروف دي والكلام ده كله الفراخ لا تزيد عن 75 جنيه، تمام؟ دي نمرة واحد. لما اجي اتكلم على البيض، البيض لو احنا قلنا ان تكلفه كرتونه البيض، كرتون البيض تكلفتها 5 كيلو علف، العلف النهارده بتاع البيض بكام؟ ب 21 بقى دي 105. لا انا عاوزها تتباع ب 125 ب 130 تتباع، لما تتباع ب 130 انا عارف ان في مشاكل في البيض، عشان ما حدش يقول انت بتتكلم، لا في مشاكل وفي عجز في الامهات. عندي تقريبا عجز يصل الى ازيد من 50% في قطاع الامهات. ودي مشكله كبيره جدا لما انا بجيب قطاع الامهات بيقعد 6 شهور عشان ينتج، ويرجع تاني عشان ينتج بيضه بيقعد 6 شهور. يعني اللي سنة. حضرتك بتشرحه لنا دلوقتي على الهوا يا دكتور، وحضرتك رئيس الشعبه، يعني ازاي يعني تشتغل على ده مع الناس عند حضرتك وكمان مع المسؤولين، مع الوزاره المسؤوله؟ مع المسؤول. يبقى انا المفروض انا عندي الشحيه جايه منين؟ انا عندي شحيه في قطيع الامهات. انا في بعض الاحيان اصلا كله قطاع خاص، قطاع الخاص انا هستورد 100,000 ليه؟ ما استورد 50 عشان يبقى عندي الشحيه، يبقى انا اقدر اسيطر على السوق وابيع زي ما انا عاوز. طيب ده كلام غير منطقي، يبقى لازم في اليات منضبطه من الوزاره المختصه. انا الناس دي بتسيطر وبتعمل الكلام ده كله، يبقى انا اخش في الموضوع. زي ما انا دائما وابدا اقول حاجه مهمه قوي، ان الشركه القابضه للصناعات الغذائيه هي رمانه الميزان للسوق المصري. لما يكون عندي اسعار مرتفعه قوي، الدوله بتعمل ايه؟ بتروح ضخه كميات كبيره جدا في فروع الشركه القابضه المنتشره في انحاء الجمهوريه وتصل ل 2000 فرع، فتروح عامله انضباط للسوق. انا عاوز بقى حاجه تعمل انضباط. تمام. الناس اللي هم شغالين اللي هم قطاع خاص، ما انا قطاع خاص، لكن انا بتكلم بصفه عامه، انا همني البلد والمواطن. البلد بتاعتي ازاي ان انا اوفر فيها الانتاج بحيث يصل سعر يتناسب مع امكانيات حضرتك وامكانياتي، يبقى انا لازم اعمل وفره. وافرض انا الدوله طالما وضحت يا دكتور وضحت. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ونرجع نتابع ونتكلم معاك تاني. دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الثروه الداجنه باتحاد الغرف التجاريه معانا كمان، نشوف بقى اسعار اللحوم. نقيب الجزارين الحاج يوسف البسومي. استاذ يوسف مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بيك، سلام حضرتك. طيب وربنا يتقبل منكم صالح الاعمال انت والاعداد والساده المشاهدين. امين يا رب جميعا ان شاء الله، ونكسب بالحلال ونكسب كده مكسب عادل وربح عادل، ويعني طبعا الدنيا تمشي. طبعا طبعا. يا رب، امين يا رب. يعني قول لي بقى كده، سعر اللحمه اخبارها ايه؟ وهل في تراجع جاي وفي استقرار في الاسعار؟ الاعلاف برضو يعني ادينا فكره. بص حضرتك، احنا يعني عندنا موسمين رئيسيين في مصر بالنسبه لاسعار اللحوم في مصر، هو موسم رمضان وهو الموسم الكبير وموسم عيد الاضحى. تمام. رمضان اكبر كميه، هو بيستهلك اكبر كميه من اللحوم في الفتره ديت، وبترتفع باسعار اللحوم في شهر شعبان واواخر شهر رجب استعدادا لدخول شهر رمضان. تمام. حاليا احنا عندنا دلوقتي سعر الصرف يعتبر يعني مستقر. مستقر. وعندنا نزول في سلع كبير، في سلع كتيره قوي على المستوى الدوله. صحيح. السلع الاستهلاكيه اللي هي الغذائيه للمواطن. كويس. منها برضو اسعار الاعلاف ابتدت تنزل، ونزلت نزول، يعني اسعار الاعلاف النهارده نازله من اكثر من حوالي 30% نزول في اسعار الاعلاف على مستوى جميع انواع الاعلاف اللي موجوده. عظيم. فبناء عليه المفروض يبقى في نزول في اللحوم. في نزول في اللحوم، كمان الدوله يعني الفتره لا خلينا مع المفروض ده، المفروض النزول ده هيكون بنسبه ال 30% اللي نزلت في الاعلاف، والمفروض ده هيحصل؟ لا يعني مش هنقوله 30%، هنقوله مثلا حتى لو نزلت مثلا
20 من 2015 ل 20%. ليه ما تبقاش بنفس يعني النسبه اللي زدنا بيها قبل كده؟ لا عشان مع زياده يعني الاعلاف تكلفه الانتاج نفسها برضه بتخش مع الاعلاف. تكلفه الانتاج نفسها بتخش مع الاعلاف. فاحنا بنقوله يعني هي المفروض نزول هي اللحم تكلفتها ايه غير الاعلاف؟ اعلاف وفي عماله وفي العماله. اي بس النسبه الاكبر ايه؟ مش يعني العلف والاكل وكده يعني الحسبه بتبقى ازاي؟ ما بنقول لحضرتك برضو يعني كمان في حاجه برضو من ضمن المشاكل ان احنا بنستورد زي ما بنستورد رؤوس حيه من بره بتيجي غاليه للتسمين. برضو وبتيجي باسعار غاليه. سيبك من المستورد مستورده اللحمه البلدي. ما الاعلاف قلنا نزل 30% واكتر. انا بنقول لك بالنسبه للمستورد من الخارج حي بالنسبه للتسمين. برضه ما زال بتيجي باسعار مرتفعه، فبناء عليه لما بتخش دوره التسمين بيحسبوا لما تيجي تحسبي الاسعار بتاعتها. خدت بالك انت؟ يعني انا بنقول النسبه العازله من 15 ل 20% نزول. من 15 لايه؟ ل 20%؟ نزول عشان خاطر انا يعني يبقى كيلو اللحمه بكام؟ يعني هو وكان وصل 500. دلوقتي في بعض الاماكن الرقيه بتديها 450، في اماكن ثانيه بتديها ب 400 اللي هي الاماكن الشعبيه. انا منتظر يعني انا من المتوقع ان هي تنزل ل 350 الفتره اللي جايه. على امتى؟ على اساس ان في ركود. امتى الفتره اللي جايه؟ ما هو اللي هي امتى الفتره اللي جايه؟ ما هي كبيره الفتره اللي جايه. يعني في خلال الاعياد، يعني ما بين العيدين مثلا، بين العيدين مثلا. يعني بعد ايه؟ شهر من دلوقتي مثلا يعني؟ يعني بعد شهر في دلوقتي حاليا. يا سلام. وبعد كده بعدها بكام يوم داخلين على عيد الكبير تقوم تغلى تاني؟ ما نلحقش. لا مش كده، مش هلحق نتهنى بالنزول. لا هي هم الموسمين دولت اللي احنا بنستثنوهم عشان خاطر دولت هم موسمين الموجودين في انما انا دول الموسمين دولت في شهرين، انا عندي لسه 10 شهور في السنه. يعني ما خلينا نتكلم على المستوى العام. هم دول الشهرين دولت دول معروفين بالتسويق شويه، لكن انا لو هي نزلت 350 في خلال الشهر الجاي ديت، يبقى انا كده المستهدف بتاعي ماشي طبيعي. وده بيعتبر يعني سعر ايه؟ عادي. والنزول مش هيبقى مره واحده. النزول مش هيبقى مره واحده. وطول ما في ركود في الاسعار او في ركود في البيع والشراء بالنسبه للجزارين لازم يحصل نزول في اللحمه، لازم يحصل نزول في اللحمه، دي ما فيهاش سؤال. الحاجة الثانية يعني اللي عملته المحليات والدولة في ان هي تعمل منافذ لبيع اللحوم وابتدوا هم كمان يرخصوا الاسعار في المنافذ وكلام من ده بتاع ديت عملت اتزان في السوق ان اللحمة ما تغلاش اكتر من كده. وانا هاخد من كلامك انه برضو لما احنا ما نضغطش قوي يعني السعر يهاود وما يعني ينزل شويه، فاحنا طالعين من رمضان فخلاص يعني شبعنا. كله شبعان يعني يا ريت نهدى على الحاجات دي عشان تنزلوا لنا السعر. شكرا يا فندم، بشكرك حاج يوسف البسومي نقيب الجزارين. طيب الرز، لان في كلام برضو عن ان سعر طن الرز نزل 2000 جنيه. استاذ رجب شحاته رئيس شعبه الرز باتحاد الصناعات، مساء الخير يا استاذ رجب. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل مشاهدين حضرتك. يا اهلا وسهلا استاذ رجب. ايه بقى الرز وال2000 جنيه اللي نزلوا دول، ازاي ده برضو سمع او هيسمع في السوق؟ لا، هو احنا الحمد لله عندنا استقرار في الرز، والحمد لله انتاج الرز كله محلي ويكفينا ويعني ما عندناش اي مشاكل في الرز. لا اصل انتاج، ما هو انتاج كان محلي وحصل فيه مشاكل في الرز واللي خبى الرز واللي زود سعره. فيعني السنه دي ما حصلش اي شيء. السنه دي الارز الحمد لله كان متوافر وكان موجود وما حصلش اي عجز في التوزيع. طيب متوافر، بس المهم السعر كان برضو السعر قد ايه؟ هو نزل حضرتك، نزل النهارده زي ما حضرتك قلت بالظبط، نزل 2000 جنيه. نزل 2000 جنيه. سمع في بعض المناطق كمان. يعني في بعض المناطق سمع فيها الاسعار سمعت. ماشي، يعني الحمد لله الرز يعني كيلو الرز بقى بكام؟ النهارده اقصى شيء النهارده للرز 33 جنيه. يعني كان الرز ماشي 35 36 اللي هو المعبى 1 كيلو، النهارده لا يتعدى 33 على اقصى شيء. 33 بس النزول ده لازم ينزل اكتر بقى.
لان نازل الطن يعني كتير. بس عشان خاطر يبقى الكلام بس بتاعنا يبقى فيه مصداقيه، احنا داخلين زي ما قلت قبل كده على موسم زراعه ارز. وطبعا يعني احنا التقويات عندنا يعني دايما لنا عادات وتقاليد ان احنا بناخدها دايما من الانتاج اللي هو الكويس في الارض، وشركات التقاوي يمكن بيكون عندنا شويه عجز فيه. فعشان كده ان شاء الله يعني بامر الله احنا نتمنى يا استاذ رجب والنبي بتبقى زياده سهله وبتزوده على طول، ولما نقول ننزل شويه بنبقى واصل وبتاع وبتبقى صعبه. يعني ليه زياده هوا والنزول بنعافر فيه مع بعض؟ على فكره مش في الرز بس، هو في كل حاجة أنا عارفة. لا بكلم في كل، وحضرتك عارف هو الكل بيعمل كده معانا. لا إن شاء الله مفيش أي زيادة، وإن شاء الله في إحنا مش عايزين زيادة. أقول لك ننزل، مفيش أي زيادة، عايزين ننزل قوي، ننزل زي ما زودنا قوي. الدولار انخفض واستقر وبقى فيه وزراعة محلي وفي معروض وما عندناش مشاكل وداخلين على موسم جديد. أنا عمالة أكر أهو في الأسباب، فإيه؟ لا الحمد لله إن شاء الله مفيش أي مشكلة، والحمد لله إحنا شهر 4 و5 ده بيكون الانتاج المصري من الحمد لله من القمح ومن الفول ومن الفاصوليا ومن محاصيل كتير جدا جدا بتطلع في العروه الجديد. ان شاء الله. والرز بيكون وراهم على طول في شهر 8. ما عايزين الرز عشان يعني ده يسمع في المكرونه ويسمع في الحاجات التانيه. ان شاء الله يا فندم. طيب ان شاء الله بامر الله نوعد الناس ان ما يكونش في اي زياده ويكون في استقرار، وربنا ان شاء الله يعني يجعل مصر كلها استقرار دائما. امين. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ رجب شحاته رئيس شعبه الرز باتحاد الصناعات. طيب بمناسبه الرز خلينا نروح على القمح كمان، لانه احنا لسه بنتكلم على الموسم الجديد وتوريد القمح. الحقيقه في شغل معمول مهم قوي علشان يكون موسم توريد قمح يكون موسم كويس، يكون فيه حصيله، يكون طبعا فيه استقرار في الاسعار، الحوافز اللي اتكلمنا عليها للمزارع، كمان الشغل اللي اتعمل في الصوامع وفي كل الامور دي اللوجستيه علشان ما يكونش فيه هدر. وفي نفس الوقت كمان يعني احنا عارفين طبعا احنا اول دوله في العالم يعني من اوائل الدول اللي بتستورد قمح، فازاي انك تقلل من القمح اللي بتستورده، تشتغل اكتر على القمح المحلي. فكان في الحقيقه الوزاره اعلنت النهارده عن فتح يعني كل النقاط المتعلقه باستلام وتوريد القمح المحلي، وقالوا كمان وده رقم مهم ان من المستهدف السنه دي ان احنا نوصل ل 3.5 مليون طن قمح. وكمان عشان يكون في حافز للمزارع هيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة. بعد ما شفنا سريعا كده أخبارنا إحنا الخاصة بينا، لازم نشوف الوضع طبعا حوالينا، الوضع في المنطقة، تداعيات طبعا الضربة أو الرد الإيراني على إسرائيل، المناوشات والتهديد ورد إسرائيل واجتماع مجلس الحرب في إسرائيل وتصريحات المستفزة والتصريحات كل الأمور دي كلها، لأن طبعا حتى هذه اللحظة الأمور ما هياش واضحة إذا كان هيكون في رد إسرائيلي أو لا. ما بين أصوات في غاية التطرف بتقول لازم يكون رد قوي وجنوني وإنه ده الحق لنا الردع في المنطقة، وما بين رد تاني بيتكلم على انه خلاص نكتفي بهذا القدر عشان احنا اكتسبنا قدر كبير من التعاطف الدولي مع الدول طبعا المؤيدة والحليفة لإسرائيل. كان في اجتماع لمجلس الامن امبارح الحقيقة، وكان في كلمات مهمة في مقدمتها طبعا دايما بنحس طبعا بكل تقدير واحترام للامين العام للامم المتحدة انطوني جوتيريش اللي اتكلم على يعني حذر، قال الشرق الاوسط على حافة الهوية، واتكلم ووضح الامور كلها انه اللي حصل من ايران رد فعل من اللي حصل لاسرائيل، لان استهداف القنصليه الايرانيه في دمشق ده كان امر مرفوض، فانك ترد وده يرد ده هيؤدي ل يعني اشتعال المنطقه اكتر، وانه المنطقه بالفعل على حافه الهويه، وكان في تحذير واضح وانه لازم المجتمع الدولي والاطراف كلها تتحلى بالمسؤوليه تجاه هذا الامر. ومن نفس المنطلق ده ومن يعني وادراكا بخطوره الموقف وبخطوره اللحظه والخطر من التصعيد الكبير اللي احنا بقينا شايفينه بالفعل بيتحقق على الارض، موقف الدوله المصريه اللي بتاكد مرارا وتكرارا ومن اول يوم، وكنا بنتكلم امبارح على بيان الخارجيه المصرية
المصريه اللي حذر من اشتعال الموقف وانه لازم يكون في هدوء في الاوضاع ولازم يكون في حل سياسي. وزير الخارجيه المصري السيد سامح شكري الحقيقه اجرى عدد من الاتصالات الهاتفيه سواء مع وزير خارجيه ايران، وزير خارجيه اسرائيل، وزير خارجيه امريكا، وكان الكلام انه لازم يكون في هدوء واستقرار في المنطقه، انه المنطقه بالفعل يعني مرشحه ان المساله يكون في تصعيد بشكل كبير، انه لازم يكون في فرصه للحل السياسي علشان كمان يكون في مجال اكبر لادخال المساعدات الانسانيه والاغاثيه لقطاع غزه. زي ما كنت بقول لحضراتكم ان الخاسر الوحيد والاكبر من هذا يعني الامر هم اشقائنا طبعا الفلسطينيين والقضيه الفلسطينيه. فوزير الخارجيه المصري حقيقه حذر من هذه المساله، حذر من خطوره الاوضاع ودعا جميع الاطراف للتهدئه. كمان استقبل النهارده الكبير منسقي الامم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية اللي أشادت الحقيقة وثمنت الدور المصري والموقف المصري سواء على المستوى السياسي من خلال اتصالاتها للتهدئة أو على المستوى الإنساني وإدخال طبعا المساعدات الإنسانية لمعبر رفح، وكمان استقبال مصر لأشقائنا الفلسطينيين المصابين. بيتكلم على معبر رفح، معبر كرم أبو سالم، يعني في نشاط كبير وفي يعني عدد كبير من الشاحنات اللي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود كمان اللي زاد بفترة، ده غير المصابين زي ما بقول لحضراتكم. وطبعا يعني من خلال هذا اللقاء السيد سامح شكري أكد كمان على مسألة إعادة الإعمار، يعني دي نقطة بقى اللي يعني غزة اللي بقت على الأرض المجتمع الدولي ما بيتكلمش على القصة دي خالص، يعني ما مش فارقة معاه، ما فيش حد بيتكلم إنها تكلفة كمان جبارة. يعني في تقديرات ان بنتكلم في 85 مليار دولار، مين اللي هيتحمل التكلفة وامتى وهيحصل ازاي؟ فنبه السيد سامح شكري لهذه المسألة وضرورة ان المجتمع الدولي يطلع بمسؤولياته تجاه هذا الامر. خلونا نوصل كده مع حضرتكم للجزء الثاني من حلقتنا بعد ما استعرضنا اهم الاخبار واهم الملفات. نرجع لسه في الاجواء الرمضانيه والدراما الرمضانيه وقوه مصر الناعمه اللي بانت بشكل كبير من خلال التنوع المهم اللي شفناه في الوجبه الدراميه للمتحده للخدمات الاعلاميه. بعد الفاصل ابطال وصناع مسلسل صدفه اللي حقق نجاح كبير وكان لينا طبعا نصيب في عرضه على شاشه الحياه، النجم الكبير استاذ خالد الصاوي وكمان مخرج العمل الكاتب الكبير أستاذ أيمن سلامة وكمان النجم الشاب أحمد أبو زيد هيكونوا ضيوفنا في الحياة اليوم بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. قوة مصر الناعمة اللي دايما بنتكلم عنها وأحد عوامل القوة الشاملة للدولة المصرية، ومن هنا فنانيننا ومثقفيننا والمبدعين المصريين اللي سنة عن سنة بيسروا الشاشة بأعمالهم، وهنا بتكلم على الموسم الدرامي الرمضاني اللي تبعناه بكوكبة من الأعمال، عدد كبير ومتنوع ما بين الكوميدي والأكشن والدراما والتاريخي والوطني. فالتنوع ده مهم، وإحنا في كل مرة بنقف عند يعني عمل من الأعمال اللي بيمثل علامة بالفعل يعني اتجاه أو سكة في الدراما المصرية. افتكرنا نقول أو فكرنا نتكلم على الدراما الاجتماعية، إنه حكاية قصة ونقعد نشوف نفسنا على الشاشة ونشوف أبطال هم مننا. صدفة من الأعمال اللي شفناها في شهر رمضان في الاتجاه أو في السكة دي، والحقيقة فيه دايما بيكون دويتو كده أو ناس وشها خير أو اتعودوا على الشغل مع بعض. صدفة للنجمة طبعا ريهام حجاج اللي بنقول لها طبعا أو بنوصل لها كل التحية، والمخرج الكبير أستاذ سامح عبد العزيز والكاتب والمؤلف أستاذ أيمن سلامة، هم اجتمعوا مع بعض في كذا عمل. والنجم اللي دايما منور الفنان النجم الكبير أستاذ خالد الصاوي اللي بنحبه في أي عمل، طيب شرير الدم الخفيف، توليفة وتركيبة كده جميلة، وهو مشرفنا النهاردة الحقيقة. طبعا أستاذ خالد أهلا وسهلا بيك، منور الدنيا، أهلا وسهلا بحضرتك. دائما رقيقة ورقية كده ومصيفة. يا رب يخليك، يا رب يخليك. أستاذ أيمن سلامة طبعا الكاتب والمؤلف والسيناريست الكبير، أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن بحضرتك. وألف مبروك على العمل. الله يخليك. أهلا بيك وأهلا بيك وكل مشاهدي قناتك. يا رب يخليك.
من الحاجات برضو اللي نورت في شهر رمضان النجوم الشباب، اللي منهم شفناهم قبل كده ومنهم شفنا بقى شغلهم في مساحات او ادوار تانية بشكل جديد. الفنان الشاب احمد ابو زيد، اهلا وسهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله زي صاصة صاصة صاصة. اهلا وسهلا يا استاذ خالد. عايزه ابتدي مع حضرتك سريعا كده، وقبل ان اتكلم في صدفه انا عايزه اتكلم حضرتك يعني نجم كبير وتاريخ ما شاء الله، وفي المسرح وسينما ودراء اكاديميا وكل هذه الامور، الفن المصري شايفه ازاي النهارده في اي منطقه؟ بصراحه شديده ومن غير فلسفه اتفضل. انا شايف ان هو كويس. يعني قادر يسند نفسه، قادر يقف على رجليه رغم الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها. احنا ما عندناش موارد كتير، لكن لما ببص كده احنا عملنا ايه في السنوات اللي فاتت. لا انا جاي من سينا بتفرج على المنشآت والانجازات اللي تمت. تمام. من غير ما نوطي قدام امم اخرى وقدام بتاع بكرامتنا. كويس قوي ان احنا عارفين ننتج وعارفين نعمل افلام سينما. الدول اللي بتنتج افلام تشاهد بره اطارها، بره الدوله نفسها، معدودين على بضع فعلا. صحيح. يعني امريكا انجلترا مصر واحيانا كان فرنسا والهند بس في الحقيقه احنا ترتيبنا الثالث، مصر امريكا الهند مصر، من حيث كميه الاعمال اللي بتنتج في وقت احنا فيه ما عندناش زي ما بقول الامكانيات الماديه، لكن عندنا طاقات كبيره. عندنا منتجين بيحاولوا ان هم يتصرفوا طول الوقت. عندنا برضو ذكاءه ونباهه مصريه بيعرف يتصرف من هنا من هنا. عندنا نوع من التعاون، حتى لو التعاون مش مباشر لكن كله بيحاول يخدم في نفس المسار ما بين قطاع عام وقطاع خاص، او ما بين وجود الدوله وما بين. فانا شايف ان احنا بخير، مش لازم نقلق على نفسنا. اذا كان في اعمال وحشه كتير حوالينا لازم الناس برضو تبقى عارفه. مساء الخير اولا كل الناس. يبقوا عارفين انه دايما ده كان موجود. احنا الافلام اللي بنشوفها بتوزع في التلفزيونات النهارده مش هي كلها اللي نزلت في السينمات وقتها. في افلام وحشه قوي نزلت في الاربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات. بيبقى في الاخر الزمن الحاجات مش اليس كذلك يا استاذ ايمن؟ انت الراجل العلامه اللي هنا. ايه رايك يا استاذ ايمن؟ بيبصلك الكوره. لا انا موافق طبعا الاستاذ خالد ان احنا الحمد لله في الاونه الاخيره مصر استردت دورها الاعلامي ودورها الريادي في مجال انتاج الدراما، خصوصا بعد ما وجدت الشركه المتحده، والشركه المتحده قدرت ان هي تنظم العمليه الانتاجيه في الدراما المصريه ودراما التلفزيونية تحديدا. وفي المجال التلفزيوني احنا النهاردة يعني مفيش دولة في الوطن العربي بتنتج كم المسلسلات اللي بننتجها. كم المسلسلات وكيف المسلسلات احنا رمضان اللي فات 20 عمل ومنوعة. وما بين التاريخي وما بين الفانتازيا وما بين الكوميدي وما بين كل الاشكال اللي بتتفرج عليها يعني. فده شيء يعني يحسب لمصر اللي هي هتفضل هي رائدة هذا المجال في المنطقة العربية كلها وفي الشرق الأوسط كمان. يعني التنوع والأعمال الكتيرة دي ادت برضو مساحة وفرصة كبيرة للشباب. طبعا. شايف ده ازاي؟ شايف دوت ان يعني مش عارف برضو يعني يعني انت شايف انه احنا كشباب دلوقتي عندنا فرصة اكبر من يعني اجيال قبلك ما كانش عندها الفرصة دي انها تظهر؟ هي جيل بيسلم جيل. ومواضيع دلوقتي معظم اللي بيروح او بيتفرج شباب. فالشباب هم اللي بيتفرجوا وهم اللي بيقيموا هو فلازم يشوف نفسه على الشاشه برضه. لا وكمان انتوا دلوقتي يعني بالاسلوب او بطريقه الشاب فاحنا بنشوف بتتكلموا ازاي، بتفكروا ازاي. لا دي احنا عايزين نرجع نتكلم فيها بالتفصيل، انتوا اكتشاف يعني دي نقطه. ده بعد اذن حضرتك ده جيل محظوظ. ايوه بجد. يعني انا الجيل بتاعي كان مفيش شباب بنشوفهم على الشاشه بمشاكلهم. انا فاكر كويس قوي ان جت كذا سنه ورا بعض الشاب لو طلع شاب اما مدمن او متطرف عشان كانت الجامعات بقى ساعتها والدوشه دي
وفي الهامش دايما ده في اوائل التسعينات ده تمانينات وجزء من التسعينات بس بعد كده المشاكل الاجتماعيه مفيش الحاجات عشان كده كانت زهوه فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه وجيل الشباب اللي بدا يطلع يمثل بقى الشباب في الوقت ده احمد السقا ومحمد هنيدي ومنى زكي وهكذا بدات المساله تتفتح بالضبط. وده اللي يفسر اقبال الناس الجامد عليه فانتوا النهارده المفروض تبقوا يعني عارفين ان انتوا محظوظين ولازم تستفيدوا من ده صحيح والحمد لله ان هي في فرص مفتوحه كتير صحيح لان شباب زي احمد يعني انا حبيته من اول ما شفته ولازم يتشاف باوجه مختلفه شغل يعني شغل يكون فيه جد وشغل يكون فيه كوميديان شغل يكون فيه ممكن هو في التنوع ده وخفه الدم اللي كانت ظاهره في صدفه بشكل كبير. نرجع بقى بعد الفاصل لصدفه وطبيعه العمل ويعني كواليسه كمان في حلقتنا النهارده. اجوز الواد اللي حلت يا ناس لبت انا اساسا عارف ان امها كانت ست شمال وكله كان على ايدي بس انت بتقول انها اتجوزت وتابت مش مركزه انت معايا ما انا برضو كنت ساعات ببقى جوه الشمال ده اصغر من ايه بقى انها مش بنتي غلطت ولا ايه؟ استني بقى عشان يا حبيبتي يا هل أنا بس في ميتنج كده سريع وهخلص وأكلمك على طول. أنا ما سألتكش أنت فين أصلاً ولا يهمني بتعمل إيه. أنا في البيت اللي مرمية جوه دي وهارية نفسها من العياط على جوزها اللي ما بيردش. ما أنا كلمته برضه وما ردش عليا. مع إن إمبارح كان الوضع غير وما حسيتش إن في أي مشكلة يعني مني. عشان البعيد ما بيحسش. واضح كده إن البنت اللي جات لك النادي راحت له وفهمته إن منار بتعرف حد عليه. وطبعا هو صدق عشان كده مختفي من امبارح الصبح وما بيردش علينا كلنا مع ان الشغاله بتقول انه كان بايت في البيت. طب خلاص هنعمل لامه ايه بقى؟ بقول لك ايه؟ بكره البنت تخلص المستشفى وتيجي على بيت ابوها. وبعدين انا بحبها بقى الف حلال. خلاص هرجع بقى الميتنج ده الصراحه بقى. بك يا شيخ. طب هريت انا هزق عجلي بقى عشان عندي تنشاف بلاوي من كل ناحيه معلش وهو ما ادري وكده مش عايز حاجه سلامتك يا بيبي سلامتك. طيب صدفه والفنان الكبير طبعا استاذ خالد الصاوي اللي شفناه من شويه ومشرفنا طبعا في الحياه يوم البعيد مرة تانية والكاتب والمؤلف الكبير استاذ ايمن سلامه الفنان الشاب احمد ابو زيد اهلا وسهلا بيكم يا استاذ خالد. اللي احنا شفناه دلوقتي فؤاد ده بالتركيبه دي اللي هو عايش حياته ومقضيها ما فيش عنده يعني الصح والغلط مش موجود مراته طول الوقت جميله سوا خطاب طبعا ليها كل التحيه وبعدين اتنقل نقله تانية وبقى ها مسك البيت ومراته والكلام ده كله والولاد انت حضرتك لما استاذ ايمن قال لك والله احنا عايزينك في الدور ده ايه اللي جه في بالك ايه اللي فكرت فيه؟ هقول لحضرتك اول انا مش عارف طبعا اليوم ده خالص لانه اول حاجه احنا قعدنا نغازل بعض كده في التليفونات الاول اخبارك ايه بتاع لا هنشتغل مع بعض وجاي الموضوع لا بتتكلم بجد حاجات كده وبعدين انا بثق في الاستاذ عيال من الله في الله كده يعني بحس الشخصيات الجاده الشخصيات يعني اللي ايه مش هيديك معلومه غلط لا وعايزين نحكي عليها. كمان اول تعاون كان عامل ازاي كان غريب جدا بالظبط استجاب بقى ايه للمناوشات بتاعتي دي قال لي واضح ان هو ما بيعملش كده كتير متهيألي يعني اللي هو قال لي خد بقى الحته دي علشان اسخنك بس على الموضوع اظن ما بتعملش كده كتير يعني تمام وراح مديني سطرين اللي هم الكبار اللي في الموضوع قلت له قلبت دماغي وانا بشبط بقى بفضل ايه ده ايه كتير ده ايه اللي شجعك قوي كده بقى؟ قال لك ايه؟ جابك ازاي؟ قال لي في الاول كوافير جاي من اصول بسيطة زيادة عن اللازم وبيوصل لكذا ده كاتشي جدا او طبعا يعني وجديد عليه لما قعدنا بقى القعدة اللي معاه الأستاذ سامح عبد العزيز اللي أنا بدي له بفضل كبير لأنه الحقيقة هو أيقونة نجاح بالنسبة لي الحمد لله عملوا اثنين وثلاثة فاتقابلنا عند الأستاذ سامح وبدأ الأستاذ سامح بقى كانت شجرة الموضوع
اتسرتفت معاه. تمام. وهو بيعمل حلو حته التشويق حتى في الحكي لينا. يعني حتى هو بيحكي لنا يعمل تشويق، يعني يتكلم شويه وقف يشرب ميه ويبص علينا ايه تحس كده، يتكلم شويه وبعدين يدينا فرصه يشوف هنقول ايه كده. واحنا هنموت بقى. ايوه وصلنا. لما حكى لغايه سقوط البنت من اللي انا اكتشفت بنتي حصل كذا ثم سقوط البنت، ثم اتكلم في فلسفه العمل انه الاسم صدفه والبنت اسمها صدفه وحاجات كتير قوي صدف تطلع بالصدفه في الاخر. مفيش حاجه صدفه، كل حاجه مترتبه، والحاجه الوحيده اللي بتطلع صدفه ان طلع فيها فبتبقى حاجه بريئه قوي، وبتبقى فعلا عشان تاكد لنا ان في ربنا، يعني ان في حاجات بقى مش بره ايدك احنا مش عليها يعني. فده اللي شدني. بعد كده رحت يعني لما اطمنت ان احنا بنتكلم على بنيان عامل ازاي، سبت بقى الحته دي ماليش دعوه بيها خالص، اركز انا في دوري الشخصيه بقى. الحمد لله انا بقى لي سنوات يعني الى حد كبير كذا سنه يعني ورا بعض بتغير بتخفف من اعباء. انا بشتغل مع مخرجين كويسين وكتاب كويسين وخلاص. ما تشغلش نفسك بقى انك انت تشوف كيف ستتم كتابه الموضوع او اخراجه، خلاص انت تشغل نفسك بقى في ثقه، اشغل نفسي بدوري بمساحتي. عندك اقتراحات انا دافع قوي عنك انت تسمعني مش تنفذ اللي انا عايزه. تمام، اسمعني وقول لي مش هعمل اللي انت عايزه وما تقوليش اسباب. طب وشخصيه الكوافير ده اللي هو شخصيه انت ما عملتهاش قبل كده، انا بعمل ايه؟ بروح اعمل ايه لما حاجه زي كده تشدني؟ مش كل الادوار برضو تبقى سبايسي قوي كده. بروح اكتب ملزمه كده لوحدها، اطلع بقى متنفس الكتابه بالنسبه لي في التمثيل، اللي هو الباك جراوند اللي مش هنشوفه. كل اللي مش هنشوفه بكتبه. اتربى ازاي؟ جاي من عزبه ايه؟ العزبه دي كان فيها اجواء عامله ازاي؟ علاقته بابوه ازاي؟ علاقته بامه ازاي؟ مقاس لبسه، برج بتاعه، كل الحاجات دي. ده لما بسخن قوي على الشخصيه بقعد املاها بمعلومات مش هتشوفيها، بس هينعكس في شكل الشخصيه وادائها اللي انا هشوف. طب انا بقول لحضرتك مش هتشوفيها مشاهد، ايوه، لكن هتشوفيها في الكاركتر. ايوه ده اللي انا بحبه. ودي شخصيات مش كتيره، هو منهج، بس مش دايما الشخصيات مع السن ومع الوقت يعني في شخصيات مش هتقدر تعمل فيها كده لانها اخف من كده. واخف من كده ده جزء من شغلي برضه، اشتغل لايت واشتغل كذا وكذا. الدور ده وجد لك المساحه دي يا استاذ؟ طبعا طبعا، لانه دور مركب، هو مركب، وبعدين طول الوقت انا عامل له ماضي اجرامي مش بصرح بيه ولدرجه معينه، بس لما بشك بسال بقى الاستاذ عيال هو عمل كذا او يعمل كذا او ايه رايك لو كذا وبتاع. زمان كنت انهمك قوي في ان انا احط كل تاثيري علشان يسمعوا مني. دلوقتي ما بقتش كده، بقيت بالعكس انا امشي مع المجرى اللي طالع من المنبع بتاعه. تمام. ومع المخرج اللي شايف كل البتاع احسن. وتبقى دي نوع من الشطاره والمرونه اللي فيا. اسمع الكلام ده عشان الكلام ده مهم يا ابني. الكلام ده مهم. ايوه، هي توليفه وتركيبه مع بعض وعوامل نجاح. فبقيت عايز اعرف هيعمل ايه؟ هيوصل لايه؟ ثم وصلت في الاخر ان الشخص ده بيكبر دماغه وماشي اموره. وقعدت استرجع الناس اللي في حياتي اللي هو تقول له يعني عايز تقول له مراتك هزقتك قدامك. لو ماشي اموره مع مراته جدا. اهم حاجه انك انت تبقى مبسوط وهي مبسوطه. مروح مبسوط وهي مبسوطه. هي مبسوطه ان انا هزقتك، بس هو مش معتبر كده. وده نوع حقير شويه من البشر، لانه يعني مع الاسف طبعا لو في نوع حقير من البشر بيسمع الكلام ده. بس في ستات اتفرجت. انا اللي فعلت على لساني وانتوا عارفين غصب عني، مش مستغربك، مش عشان ست وراجل. والعكس صحيح. انت عارف ان في ستات وهي بتتفرج ايه؟ ما هو مستحملها اهو، يعني هي زعقت فيه فكت بكلمتين واستحملها ما عملهاش حاجه. هو يعني راجل عنده عايز يوصل لتارجت معين. في فهو بيتنازل. انتهازي. وانتهازي. بينتهز الفرص. الفرصه دي دلوقتي هو عنده مصلحه مع احمد ابو زيد، هيبقى هو مع احمد. بس لا يصح الا الصحيح، وكانت من هنا النقله الكبيره والفوقه اللي حصلت في نهايه المسلسل. هو عنده نقطه ضعف واحده. ولاده. ده طبيعي. وده الشيء لانه عشان كده كنت ارجع لايمن مع حفظ الالقاب طبعا. الصديق العزيز استاذ ايمن برجع له عشان المعيار ده عايز اظبطه. النقله دي
لا عايز يعني مش بس نقله، النقله طبعا في الاخر تمام. كلامك مظبوط، بس كمان لاي مدى يمكن التنازل؟ الاوراق دي بتتقطف لغايه فين؟ لغايه فين؟ هو ما عندوش كلمه كرامه قوي، مش فارقه معاه كرامته دي قوي، في حتت وحتت على ضوء المكان، كرامته ومصلحته داخلين في بعض قوي. مفهوم. فلو المصلحه كبيره ممكن يخبي الكرامه شويه جواها. عند ولاده بيتجنن. وده اللي هيشرعن له انه حتى يقتل واحد. هنا بقى يعني ارجع لاستاذ ايمن والبطل طبعا فؤاد استاذ خالد الصاوي وبقيه الشخصيات بالتوليفه بالولاد بالزوجه بصدفه البنت اللي بتدور على ابوه، الكلام ده كله انا دفرت ده وازاي عملته في قالب اجتماعي كان المشاهد بيقعد يقول لك ايه هيحصل ايه؟ هيتقابلوا ازاي؟ هيعرف امتى؟ وباي شكل؟ والحقيقه البدايه كانت من السنه اللي فاتت بعد ما خلصنا مسلسل جميله ان احنا قعدنا مع بعض انا والفنانه الصديقه ريهام حجاج ده رابع تعاون والمخرج الصديق سامح عبد العزيز وقعدنا سوا احنا في مشكله هنكرر نفسنا هنقدم نفس الشكل الاجتماعي هنقدم نفس الدراما الاجتماعيه مهما اختلفت فحوى الدراما نفسها او المقوله الفكريه اللي هنقدمها لكن هيظل الشكل العام واحد اللبس واحد الديكورات واحده ولا نغير وكان لازم ان احنا نغير كان لازم ان احنا نقتحم عالم جديد ونقتحم طبقه جديده طبقه اجتماعيه جديده ونخش في الطبقه الاجتماعيه بمشاكلها وننقل لان التركيبه السكانيه بتاعت مصر وارجع تاني برضو لسؤالك الاولاني خالص اللي كان الصديق العزيز احمد ان التركيبه السكانيه في مصر اختلفت دلوقتي النهارده احنا 65% شباب فلازم الدراما بما انها انعكاس للواقع وانعكاس للمجتمع لازم تعبر عن الشباب دول فعشان كده فرصتهم بقت اكبر في الدراما دلوقتي بقت موجوده دلوقتي مشاكلهم ولو شفنا السيزون بتاع رمضان ده هنلاقي ان معظم المسلسلات واخده قطاع او شريحه كبيره جدا في الدراما بتاعتها مركزه على قضايا الشباب لان هو ده المجتمع ده شباب واطفال بالظبط ما هو لان السن ده انت ما دون سن انت 65% دون سن ال 20 فال 65% دول يمثلوا كم كبير تلتين المجتمع تقريبا مفهوم. فاحنا لازم نعبر عنه فكان لازم ان انا اعمل حاجه لعبه دراميه تمام اللعبه الدراميه دي تدخل الشباب معاها مع صدفه فدي جت بقى فكره المدرسه اللي في مدرسه ثانوي فادخل كم كبير جدا من الشباب اللي عايشه في اسره متوسطه تمام ونناقش قضايا اجتماعيه بشكل بسيط وشكل مبسط جدا وبشكل اقرب الى الكوميديا هو مش كوميدي ولكن هو اقرب الى اللايت او اقرب الى الكوميديا يعني كوميديا الموقف ونناقش في نفس الوقت قضايا مهمة جدا اجتماعية شبابية قضايا على الإنسان نفسه شخصية صدفة نفسها يعني لا وده اتقال صراحة في المسلسل على لسان اللي هو الدكتور اللي هو زوج منار اللي هو الفنان تامر يسري كان بيعمله وعلى لسانها بعد كده بالظبط كان بتكرر الكلام بتاعها بشكل كوميدي ولكن هو ان الشخصية العشوائية اللي احنا شايفينها ديت والشخصية المتهورة الشخصية اللي ما بتفكرش الشخصية اللي على سجيتها الشخصية دي هي نتاج عدم الاهتمام بالإنسان خلال السنوات على مدار العصور الماضية وآن الأوان تمام إن احنا نهتم بفكرة الإنسان بناء الإنسان بناء المصر. الإنسان قضية الوعي صحيح وطبعا وده توجه من الدولة حاليا كمان يعني وتوجه من سيادة الرئيس يعني سيادة الرئيس أنا شفت له خطاب مؤخرا بيتكلم فيه على بناء الإنسان المصري صحيح دايما فإحنا فعلا بصدد لابد من الاهتمام بإعادة بناء الإنسان المصري فكان انسب حاجه ان هي تبقى في المدرسه ما انت لسه كنت اقول لك انك بادئ من المدرسه وكلام الولاد مع بعض وطريقتهم في التفكير وفي المعامله الدروس الخصوصيه واللي على سور المدرسه وبيتكتب الامبراطور والكلام ده كله فدي يعني لمست انت فيها بشكل كبير هنا ارجع بقى لقصه النوم اخد كمان حته ريهام حجاج قبل ما اسيب الجزئيه دي انك حطيتها في منطقه تانية او شكل مختلف الاداء والبنت اللي بتتكلم بطريقه وباسلوب
مختلف خالص عن اللي هي اشتغلت فيه قبل كده. اه طبعا هي الطريقه دي نتيجه الـ التاريخ الشخصيه زي ما الاستاذ خالد بيقول كده، ان لازم نشوف تاريخ الشخصيه حتى لو ما شفناهوش على الشاشه، لكن بنشوف الباك جراوند بتاعها. هي واحده ابوها نكرها، اتربت تربيه او نشاه شايفه اخواتها في مستوى اجتماعي مختلف، شايفه ان هي بتعاني من ازمات اقتصاديه، بتعاني، ده يطلعها اما ان هي شخصيه تبقى طيبه جدا وعلى سجيتها وتبقى، او شخصيه شريرة. تمام، انا اخترت لها انها تكون الشخصيه اللي، لان هي متربيه في بيئه في اسره على سجيتها بس ذكيه. ايوه بس هي في اسره يعني متوسطه، فكان لازم طبيعي ان هي تطلع بهذا الشكل، لازم تتكلم بالمنطق، بتتكلم بالطريقه ديت، بالطريقه الاوفر في كل شيء، ان هي تبقى شخصيه اوفر. هي بتحب قوي، هي بتندفع بمشاعرها قوي، هي عايزه ابوها قوي. تمام. كل حاجه اوفر في حياتها. هي شخصيه اوفر يعني انا بديت شخصيه اوفر عشان كده ده شخصيه حديه يعني زي ما بيقول يا يعني كانت تطلع مجرمه يا تطلع غلبانه، مفيش حل وسط. وصاصه، شفت احمد ابو زيد ازاي بقى؟ صاصة نموذج للشاب اللي هو في أسرة متوسطة وعنده طموحات كبيرة جدا، اللي معظم الشباب دلوقتي عنده طموحات كبيرة نتيجة طبعا ان التواصل الاجتماعي، انت شايف ناس عربيات شكلها ايه مش عارف ايه تمام، ففكرة ان انا الصعود السريع، فكرة ان انا اصعد سريعا مهما كان الداعي يعني هيدفعني ايه، فكرة ان انا اتجوز واحدة كبيرة عني بس عشان تصرف عليا، فكرة اللي هو فكرة الانتهازية او فكرة ان انا اختصر من حياتي سنين طويله. هو كان عنده فلسفه الحقيقه دي برضو قلتها في مشهد مهم قوي، اللي هو ان هو شايف ان المجتمع منقسم الى نصين، نص يمتلك المال ونص بيشتغل عند الممتلكين المال. هو مش عايز يشتغل عند ممتلكي المال، هو مش عايز يبقى اجري بالمعنى اللي هو قالها في مصر. كمان مشهد حلو لاحمد هنشوفه بعد شويه، نشوف صاصه. بس كنا لسه بنتكلم عن دور جديد ومختلف ومنطقة جديدة للنجمة الفنانة ريهام حجاج، شفناها المرة دي في صدفة، وكنا بنشرح كده طبيعة الشخصية، ويا إما تطلع يعني ها كده خالص يعني، إما تطلع غلبانة وعلى إيه يعني نيتها. نيتها. ريهام حجاج الفنانة الجميلة معانا على التليفون وبتكلمنا من لندن. أهلا وسهلا بك يا ريهام وألف مبروك. ازيك يا لبنى، عاملة إيه؟ الله يسلمك، الحمد لله، كل سنة وأنت طيبة الأول، وألف مبروك على الدور. وانتي طيبة حبيبتي، وعايزة اسلم على حبايبي اللي عندك. اتفضل. لهم حبايبي طبعا الاستاذ خالد، كل سنة وانتي طيبة والف مبروك يا ريهام. الله يبارك فيك. واللي يسافر مش ياخد صحابه معاه برضه. انا بقول عشان اللي عايز حاجة من هناك. تيجي بالسلامة يا حبيبتي ان شاء الله. الله يسلمك يا خلود، والله وحشني جدا كلكم يا رب. يعني انتي كلميني بقى، انتي شفتي صدفة ازاي؟ صدفة طبعا أنا يعني مبسوطة يعني بحالة الجدل الكبيرة دي، لأنه صدفة شخصية مش هتقابليها كل يوم. احنا كان عندنا مسج عايزين نوصلها للناس، يعني ان صدفة شخص غير سوي بسبب نشأتها. يعني احنا كنا عايزين نقول للناس ما ترموش عيالكم، عشان انتوا لما هترموا عيالكم هيبقى يا اما هيطلع طفل عنده اضطراب نفسي زي ما حصل لصدفة، يا اما حد مش طبيعي، حد يعني ما بيعرفش يفكر كويس، حد دايما رد افعاله غلط، ما بيعرفش يحل المشاكل، ما عندوش توازن حتى في البادي لانجوج بتاعه، حتى في طريقه الكلام. يا اما هيطلع مثلا حد زي رندا التلميذه اللي كانت في المدرسه اللي حملت من زميلها، او هيطلع زي علي مثلا اللي بابا دخل السجن وطلع برضه يعني طلع مجرم شويه. وطبعا كان في رساله مهمه جدا قدمها برضو استاذ خالد، انه انت ما ينفعش تختار ولادك، يعني ما ينفعش انت يبقى عندك عيال تختار تربي مين وما تربيش مين، لان حتى اللي انت هتربيه ربنا مش هيديك الفرصه انهم يطلعوا كويسين، لان ده مش اختيار يعني. حتى
الولاد اللي هو رباهم ما طلعوش برضو كويسين، فكنا عايزين نقدم الرساله دي للناس يعني ان احنا لازم نربي عيالنا ولازم نهتم بيهم. طب انت يا ريهام انت خفتي من الدور؟ اتحمستي ليه؟ الشكل اللي اتكلمتي بيه، اسلوب ادائك، حاجه جديده برضو يعني، يعني فكرتي في ايه؟ انا لا انا ما خفتش من الدور خالص، بالعكس انا اتحمست جدا ليه وكنت مبسوطه قوي وكنت مستمتعه قوي قوي وانا بمثل، يعني كنت مستمتعه كمان بكل مشاهدي مع استاذ خالد ومع احمد. ازيك يا احمد عامل ايه؟ ازيك يا ريهام، ازيك يا حبيبتي؟ وحشني جدا، عامل ايه؟ والله انت اكتر، الحمد لله. وكل الاساتذه الكبار اللي انا مثلت معاهم يعني كنت مبسوطه قوي من الشخصيه. اكتشفنا فيكي حاجه برضه يا ريهام، يعني في خفه دم كده وهزار وحتت كده حلوه قلتيها، واللي ويا ريهام اللبانه اللي طول يعني انا تعبت لك. صح؟ ايوه، ما كانتش اللبانه كتير على قد يعني، كان هي ليها لزمات شويه، هي كانت لازم تطلع يعني حسيت ان الدور برضو يعني الحاجات دي اللي زي دي تبقى مرهقه شويه، انك بتطلعي يعني بتروحي في حته تانية. اه طبعا هي بتبقى مرهقه جدا بس بتبقى متعه، وخاصه لما بتبقى يعني بتعمليها عشان تقدمي رساله يعني. اه برضو احنا ما بنحبش ان احنا يعني، اعتقد ان استاذ ايمن سلامه بكل تاريخه، استاذ خالد الصاوي بكل اعماله، اعتقد الحاجات اللي انا عملتها يعني اعتقد ان احنا كلنا دايما بنروح للنص اللي فيه فكره، اللي فيه مضمون، اللي فيه موضوع، اللي فيه موعظه. اظن ساعتكم ده بقى فيه كيمياء يعني بينك وبين استاذ ايمن، ده اربع مرات اربع اعمال مش كده؟ والمخرج لا كمان. لا طبعا استاذ ايمن بالنسبه لي مش بس يعني ان احنا بنشتغل مع بعض وبيننا كيمياء، ده اخ وصديق ومن اعز الناس يعني، وانا بحبه جدا وبحب اشتغل معاه جدا، لانه حقيقي انا بشوف ان هو دايما بيقدم مصر مختلف وفي عمق وفي فكر وفي يعني بيبقى دايما يعني الشغل برضو مع ايمن ليه طعم حلو كده. الشغل معاكي برضو ليه طعم حلو جدا، واحنا الحمد لله يعني احنا اقرب صديقين لبعض على فكره، اقرب اصدقاء. خلاص يعني في ثقه وان انا اعمل هنعمل المره دي كذا، المره الجايه كذا، ممكن نفكر مع بعض ونبقى عارفين طبعا امكانيات وقدرات بعض. وكمان المخرج استاذ سامح عبد العزيز، فبتكلم على يعني في تركيبه كده احنا خلاص فهمنا بعض اكتر. ايوه دي حقيقه، ودي بتبقى حاجه حلوه في الشغل على فكره، انا مش ضدها خالص. في ناس بتختلف وناس تتفق على الموضوع، انا بشوف انه لا يعني الزعيم عادل امام يعني كان برضو يعني في ناس معينين بيشتغل معاهم اكتر من مره يعني. كل الناس اللي بتحب تشتغل مع بعض ليه ما تشتغلش مع بعض طالما بيقدموا حاجات مختلفه ونجحوا مع بعض؟ تمام. بالظبط. عايز احيي ريهام على حاجه، اتفضل يا استاذ، عشان برضو الناس تبقى عارفه كويس فدل كل واحد بيعمل ايه. اتفضل. ده بعد اذنك. اتفضل. طب اولا طبعا على هي حاولت وعملت سعي جامد انها تغير نفسها، انها تطلع من غير مكياج تقريبا خالص، ومن غير بتاع خالص، ده طبعا شطاره منها انها تحاول مره في مره في مره. الممثل بيتطور كده، امال هيتطور ازاي؟ هو لازم يعمل كده. بس حاجه بقى ثانيه مهمه قوي، ان هي منتجه العمل. في وقت انا فيه بصوت بين الناس كتير بنشتغل معاه، ومش بس بيضايقونا احنا في الاجور بتاعتنا، في الصرف الدفعات، في الشغل نفسه. بيبخلوا على الشغل نفسه. فان هي توصل، وبعدين اتكلمت معاها في كذا حاجه ولقيت دماغها بالطابق اللي يعني هي بتقول اللي بتعمله، فانا بحييها على ده، واتمنى الناس تبص بقى بصه كده على الشغل، لانه فعلا اتصرف عليه كويس، واحنا كلنا مش يعني ما اتضايقناش، مفهوم، بالعكس مبسوطين. لا انا عايز حاجة اقول لك مهمة. على حاجه، عايز اقول لك على حاجه يا استاذ خالد، انا بمشي هنا في الشارع الناس بتناديني صدفه يعني، وانا مش في مصر اصلا يعني. انا كنت امبارح ماشيه في الشارع بينادوني صدفه في الشارع، بينادوني صدفه في الشارع بره مصر. فلا احنا الحمد لله يعني اكتفنا بالحلو والحمد لله. وطبعا في خلاف بس على حته ان في شويه يعني شويه كلام ان في بعض المدرسين زعلانين، انا بس حابه اقول حاجه، انه احنا ما بنقدمش مهنه يا جماعه، احنا بنقدم بني ادم لحم ودم. اللي ابوه رماه ده كان ممكن يطلع مهندس، كان ممكن يطلع دكتور، كان ممكن يطلع اي مهنه غير مدرس، وكان برضه هيبقى عنده خلل، لانه احنا مش بنختار مهنه، احنا بنختار هيستوري شخصيه، وبنقدم رساله لبني ادم لحم ودم.
أيوة. ملوش علاقه بالمهنه. صح مفهوم. يعني كل مهنه فيها الصح والغلط، وده قابلنا السنه اللي فاتت في جميله في القصه بتاعت الحقن المجهري، برضو كان في دكاتره برضو طلعوا. احنا مش بنتكلم عن مهنه يا جماعه، احنا بنتكلم عن بني ادمين. فمش كل المهن فيها يعني كل الناس صح وكل الناس احنا غلط. احنا بنتكلم عن انسان بغض النظر شغلته ايه. ايوه طبعا. وبعدين يعني 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 ربنا سبحانه وتعالى مش كل الناس اتفقت عليه، فمش كل الناس صح ومش كل الناس طول الوقت يعني يعني نظرتها الامور زي بعض. فلا هي كانت ممكن تبقى اي مهنه ثانيه وكانت برضو هتبقى بني ادم محطم، بني ادم ما بيعرفش يفكر، بني ادم ما بيعرفش يتصرف، لانه هي ما تربتش بالطريقه اللي المفروض البني ادم يتربى بيها، اب وام في البيت. هو أو على هو مسلسل فيه فكره اجتماعيه وفي رساله، ويعني لازم نقف قدامها ونفهم اللي ورا او المكتوب بين السطور. انا بشكرك يا ريهام مره ثانيه، والف الف مبروك، وان شاء الله كل سنه يبقى في شغل وعمل مميز ومنطقه جديده باذن الله. بشكرك والف مبروك جدا يا رنا، وبسلم عليكم كلكم يا جماعه. الله يخليك يا رب، ان شاء الله ترجعي بالف سلام. ترجعي بالسلام. معلش انا كان لازم اصير النقطه دي برضه، الناس تبقى عارفه هي عملت ايه جهدها جوه قدام الكاميرا وبراها، الى جانب ان احنا وصلنا العصر لما حد بيديلنا مستحقاتنا نكاد نقدسه. يعني مش معقول حضرتك في اول كلامك ويشتغل ويجي لك يومين. لسه انا مطلع من تجربه فيلم بالطريقه دي، منتج الفيلم جه قبلها بيومين قال لي انا البطل مشي وعايزك بعد بكره، لو انا في الوقت ده طلبت ضعف الاجر بتاعي هاخده لانه خلاص. انا هرجع لبدايه كلامنا في اول الحلقه لما كنا بنتكلم على قوه مصر الناعمه والاعمال الفنيه، قلت لي الانتاج. ما هو لازم يكون انتاج كويس وسري او سخي ويبقى فيه شغل. بس احنا محتاجين غرفه صناعه السينما تتدخل هي مع النقابات، لان المنتجين اللي من عينه اللي انا خلصت عليه قبل كده واللي ده هخلص عليه ان شاء الله لمصلحتنا كلنا، لازم يتدخلوا علشان نبقى متاكدين كده ان مفيش تواطؤ ومفيش مجالسه، وانه الكويس هنزقه كلنا ونقف وراه ونساعده وهو بينتج ونستنى واحنا يعني موجودين. انت اشتغلت والوحش لازم يتقطع رقبته بدري مجازا، يعني مش رقبته تمام. يا استاذ خالد هدي نفسك. انا انسان اوفر. ربنا يخليك يا رب ودايما تتمتع. الله يخليك. احمد كنا لسه بنحكي عن صاصه، وكان استاذ ايمن بيتكلم على طبيعه الشخصيه. الاول انا عايزه يعني نعرف اكتر عن احمد ابو زيد. انت يعني دراستك، عارفه انك خريج ألسن ودلوقتي في معهد السينما كمان، احكي لي عنك كده وعن يعني تجربك في السينما او في الفن في الفتره اللي فاتت. انا اسمي احمد ابو زيد، اسكندراني اصلا. اجدع ناس. ربنا يحفظك. وكنت بمثل في اصول ثقافه اسكندريه، وهي من الحاجات المهمه جدا اصول الثقافه عامه يعني. ومن ثم دخلت الكليه، مثلت في مسرح الكليه تقريبا 7 سنين، قعدت حبه حلوين يعني ما شاء الله. وفي فتره ما انا كنت في مسرح الكليه اخذت 3 جوائز افضل ممثل. كنت يعني ربنا كرمني بدور في مسلسل هدى اللي صار، كان اخراج استاذ حاتم علي الله يرحمه السوري. ومن هنا بقى بدات الحمد لله الانطلاقه يعني. بس لما يكون استاذ خالد وده بيتكلم على المسرح قال طبعا، ودور الثقافه طبعا، لان ده اللي يعني بيأسس الفنان طبعا. صح بيبقى بالزبط. فنان تقيل بعد كده. برافو. انا عايزه ارجع اتكلم عن ده برضو شويه، بس استاذنك نرجع نشوف صاصه في صدفه، ومنه الفاصل نرجع مره تانية ونتكلم عن العمل ونجومه اللي مشرفينا النهارده. صاصه صاصه يا صاصه. ايوه جاي جاي. ربنا يا مزيته يا مشحمه يا معفنه. سامع يا صاصه؟ سامع امك بتدي عليا ازاي؟ انا فاضي انا فاضي. انفض ليه ولا الايه بقى؟ ايه هنتي ولا ضربي ولا شتمتي يا اخويا؟ هي ليه مش عايزه تفرح لنا؟ هي طول عمرها نكديه كده. هي فعلا نكديه. ولا يهمك، خدي يا حبيبي خليها هي في نكدها، واحنا في الليله الحلوه دي احلى بجمل احلى عريس. هي مالها نعمه كده ليه؟ حبيبي يلا بقى البسها عقبال ما اجهز لك العشاء. طب بالنسبه للجيم يعني والعربيه اللي احنا اتفقنا عليها؟ يو يا صاصة يا حبيبي كل شيء بقى وانه بقى ما تستعجلش. بقول لك ايه، هي مالها زرقاء كده ليه؟
هتبقى احلى عليك يا حبيبي، تبقى عسل. تعالى بقى ناخد سيلفي. ايه ليله الدخله؟ يعني ليله الدخله بقى ليها سيلفي؟ اه ماشي. يلا ايه يا صوصة؟ لا لا انت كده بتضحك ضحكه صعبه. لا والله، طب والله ضحكه صعبه. والله ده انا فرحه. مسلسل صدفة عمل درامي اجتماعي بيناقش قضية مهمة جدا اتكلمنا فيها مع ضيوفنا البجادة، طبعا تحياتي ليهم مرة تانية، فنان كبير النجم أستاذ خالد الصاوي، الكاتب طبعا والمؤلف مؤلف العمل أستاذ أيمن سلامة، والنجم الشاب أحمد أبو زيد. منورنا، أهلا وسهلا بيكم. أنت دايما منورة. الله يخليك يا أستاذ خالد. مبسوط انت قوي ان أحمد اتكلم على مسرح الجامعة وقصور الثقافة طبعا، والكلام ده كله طبعا. أنا واحد من الناس القليلين للاسف اللي بطالب وارجو ان الناس تسمعني بس في الاقتراح ده وتدرسه تفكر فيه. لازم يبقى ماده المسرح نسميها ماده المسرح ونحط جواها الخطابه والبلاغه والتعبير قدام الناس ومواجهه الجمهور وبتاع، حتى لازم تبقى في المدرسه من الاول بالابتدائي. ما هياش ماده هايفه، ما هياش مادة الهيافة، ما كنا بنقول كده زمان على الكورة، ودلوقتي يا على رأي أمي اللي بتقول لي أنا آسفة يا ابني، يقطعني إن أنا كنت بقول لك اطلع من الخرابة ما تلعبش كورة. كان زمانك دلوقتي، أنا اللي مش دلوقتي طبعا من سنين، عشان هي بتحب الهزار، كان أنا اللي مايلت بختك يا ابني وطلعت بعد كده. فكنا بنقول كده على الكورة، كنا بنقول كده على الفن. المحترم محترم، واللي تربى هيفضل متربي، والفن ملوش علاقه براء من كل هذا، عن ربي الولاد على انه اطلع يا ابني اتكلم، ما يطلعش يتلعثم ويشك في نفسه. فلو هيشتغل بعد كده مندوب مبيعات، لو هيشتغل بعد كده اي شغلانه، لو هيشتغل بعد كده مذيع مقدم برامج، هيشتغل بعد كده صيدلي واقف يتعامل مع الناس، هيعرف. مش الناس تقول لبعض انت بتقول ايه مش سامعك، والتاني ولو عنده ديفو معين حاجه مش تمام في النطق هتتصلح او هيعرف يداريها. اللي بيواجه الناس فنان عظيم زي الاستاذ محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال العظيم، كان عنده حرف طاير بس اتحدى لو تعرف توقفه عنده او تشاور عليه، لانه بذكاء وبتاع. انا اشتغلت مع مخرج فرنساوي كان بيمرنا في الهناجر طبعا العظيم، والدكتوره هدى العظيمه، الدكتوره هدى مصري، اللي هو الحاجات اللي تاسسنا فيها اللي هي بدايه كلامنا حوالينا. بقول له يعني انت عندك كاريزما وحضور وبتاع، قال لي كاريزما وحضور عشان انا بعمل حركات كتير، انت تعرف ان عندي رجل اقصر من رجل؟ يعني قال لي انا بدومها في حركه كتير بتاعتي ما بينهاش. يعني ان الطفل ثم الصبي ثم الشاب في المراهق اللي بيكبر ده يتعلم انه يشتغل شغل جماعي. تمام. عشان كده في حاجتين المفروض نخطط لهم بدري، غير بقيه كل العلوم والفنون كلها والاداب. كل المنهج انا بحترمه بتاع وزاره التعليم، حاجتين عايز يتحط فيهم البصمه اللي هي الفن لابد انك انت تخش جوه فريق وتتعلم، انت تبقى النهارده كورس، النهارده انت تبقى ملقن، النهارده تبقى كذا، دي حاجه. تمام. وتعلمه حاجه فرديه، يغني، يعزف اله، حاجه تديله الاحساس بالذات كده شويه وتهذب السلوك. دول في الفنون. في الرياضه لازم يلعب لعبه جماعيه، مفيش حاجه اسمها ان الاطفال لازم يلعب لعبه جماعيه زي كره القدم، يتعلم فيها ان احنا كلنا في عمل جماعي الفريق ولعبه فرديه يكتشف فيها ذاته نفسه. ارجو التفكير في الكلام ده والسلام عليكم. شكرا. استكمالا لكلام الاستاذ خالد، قضيه مهمه جدا، قضيه مهمه جدا. تعليم الفن، تعليم الفن من الصغر في المدارس هيجنبك حاجات كتير قوي. اول حاجه هيطلع شخص متكامل، شخص مثقف، شخص يحترم الاخر، يحترم ثقافه الاخر، يستطيع التناغم والتعايش مع الاخرين، يسمع الاخر،
مش هيبقى ما فيش حد هيبقى متطرف، مش هيطلع واحد متطرف ابدا. فتعليم الفن ده ضروره جدا. وعلى فكره انا في وبالنسبه للرياضه انا اثرت ده في المسلسل على فكره، اثرته من خلال ان في طالب، ودي برضو مشكله بتواجه بعض ابطالنا من الشباب، اللي بيبقى طالب في المدرسه ويجي رايح معسكر او رايح بطوله، فالمدرسة ترفض تديله اجازة، ترفض تأجل له الامتحان، ودي قضية بتحصل وحصلت مشكلة كبيرة جدا وأثرتوها هنا أيوة قبل كده في البرنامج وانا اتفرجت عليها تمام لأحد أبطالنا في الملاكمة أعتقد كان في حاجة. تمام، وبيحصل كتير جدا. فاحنا قلنا لا، لازم ان احنا نثير المشكلة ديت، علشان لازم وزارة التعليم مع وزارة الشباب يجدوا حل للموضوع. وهو ده دور الفن كمان، انه يناقش قضايا ويحاول يوجد لها يعني حلول. يعني من فوق ومن تحت نتعامل مع بعض بالقرارات اداريه وحكوميه ومن مجلس الشعب يبص على الحاجات وتطلع بيها قوانين و لانه يعني قال الاوان ان كل المهن يتم احترامها. مفيش حاجه اسمها علم يسلم علم تاني، عيب يعني، عيب قوي ان هو النهارده يقول له انت عندك ايه؟ فيقول له ساينس مثلا، فيقول له كويس، وانت العاب امشي على مثلا إيه؟ طب حطيتها ليه يا حبيبي؟ لما هي وبعدين يعني فاهم قصدي ايه؟ مفيش مهنه تحتقر مهنه، ولا حرفه تحتقر حرفه، ولا الكلام الفارغ ده. عايزين اي مهنه مهمه وكل حرفه مهمه. احمد، الكلام اللي استاذ خالد بيتكلم فيه واستاذ ايمن، ويعني احنا اجيال شابه، مش احنا يعني انتوا يا شباب ويت انتل يور بس ايه يعني في ايه في الخلاصه، انت بتشوف نتاج فكر وتاريخ، وببص لقدام وبشوف الفن، التجارب دي كلها قدام عينيك ازاي وانت بتشتغل؟ بدانا عملنا عمل اثنين الثالث وخدت جوائز وكل حاجة، بس ببقى لسه برضو في أول المشوار، بس عينيا هعمل إيه لقدام؟ أنت بتحسبها إزاي؟ بتفكر فيها إزاي يعني؟ والله يعني الواحد بيبقى حاطط كده حاجة قدامه وبيتمنى من ربنا إن هو يحققها يعني. بتكلميني يعني الفترة دي أنا عايز إيه؟ والله أنا الفترة دي كل التوجه دلوقتي العالمي كله منصات، ويمكن الشباب من جيلي من تقريبا من اول 12 سنه لغايه الاربعينات هم خلاص بيزهقوا شويه من حته ان في كتير اعلانات، وبيزهقوا من عدد الحلقات كتير جدا، فبيحبوا حاجات تبقى بسرعه. ودي كانت زمان بتحصل يعني، اللي هو مسلسل 12 حلقه، مسلسل 8 حلقات، 6 ماكسيمم 15، يعني حتى 15 بالنسبه لهم تقيل. فانا احب الفتره ديت ان شاء الله يعني ان انا اعمل حاجات تبقى عدد حلقاتها قليله، سواء بقى تتذاع في التلفزيون، تتذاع في منصه، احنا عندنا منصه مهمه دلوقتي اسمها واتشت وبتعمل حاجات حلوه، وعملت مسلسلات كتيره لشباب وحلقات صغيره سمعت على السوشيال ميديا. بتعتمد على الفكره، ما بتعتمدش على الانتاجيه او البطل او الصرف الكتير، وبتطلعوا منها ابطال ما شاء الله الحمد لله. وفي تجارب كتيره، في بالتو، وفي ايه كمان، في كتير ريفو تحقيق، ريفو تحقيق صح، بالتو في كتير جدا. انت ممكن لو ركزت قوي تبقى بطل الشورتس ان شاء الله. ان شاء الله. وفي نفس الوقت بهزر معاك طبعا. لا لا انا في الشورتس، الشورتس الصغيرين انا لسه فاهمها دلوقتي. لا عشان هو العصر ده بس دي بالمكتسبات، لغه العصر بالمكتسبات الشباب. وعشان برضو الناس دايما بتاخد على انه شباب صرعة وموضة وبتاع، لا مش هما بس كده، الشباب هما أساس التغيير اللي احنا فيه وأساس الجمهورية الجديدة. صح، هو ده والحركات. طب أحمد أنا عايز أقول لك على حاجة، وفي نفس الوقت سينما يعني، أتمنى من ربنا الفترة الجاية. أنا شفتك في حتة الكوميدي قوي يعني، صح ما اتفردتش جامد في المسلسل، بس باين إن أنت عندك ده بالظبط. فشفت نفسك فيها؟ نفسك تعمل كده ولا بتفكر في إيه؟ يعني حتى لو جالي دور دراما يبقى فيه سنس الكوميدي ساعات. بحس، مش بحس، انا جربت دوت في مسرح الجامعه لان انا اتعلمت الكوميديا في مسرح الجامعه لان هي زي ما قال الاستاذ عادل امام، هي هي حاجات بسيطه جدا. هو ان انت يكون عندك قبول، وعندك ان انت تكون ممثل جيد، والكوميديا بتيجي بحاجه جنب حاجه افيه، فهي بتبقى بسيطه جدا. فالحمد لله. يمكن الناس بتقول لي ان انا عندي المقاومات ديت وقستها في مسرح الجامعه،
فاتمنى ان شاء الله تبقى ان شاء الله هو دوت اللي جاي. ربنا يوفقك ان شاء الله يا احمد. شرفتنا ونورتنا طبعا مؤلفنا الكبير استاذ ايمن سلامه، يا رب دايما كل سنه بعمل جديد ومتميز. بشكرك يا استاذ ايمن، دايما بتنورنا في الحياه اليوم. انا اللي بشكرك استاذ خالد على راسنا مجيتك النهارده. كريم ده احنا متشرفين جدا، وعلى طول انت كده بشوشه وتشيع البهجه، وربنا يوفقك ويوفق طبعا قناه الحياه. وكلمه بقى لجمهورك بقى يا استاذ خالد. اقول لكل الناس اللي الحمد لله يعني نعمه من عند ربنا انها بتحبني وبتتابعني، انا متشكر ليكم، انتوا سند كبير ليا او الاكبر ليا. كل حاجه بتزول وبترجع وبتروح وتيجي الا حبكم واحترامكم، ده انا اموت واحافظ عليه. شكرا. ربنا يخليك يا رب، شرفتونا ونورتونا. انا واحد منكم، انا واحد من كلنا كلنا والله. بشكركم شكرا جزيلا، التوفيق دايما يا رب. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم واشوفكم بكره ان شاء الله يا رب على كل خير.